إلى محمية أم الزبار، الناموس للقائمين على هذه المؤسسة العملاقة المريخي وصالح بن ناصر العيدة، وهنيكم على هذا الفوز الموفق في هذه الأشواط الرئيسية مع مقدر ووقار. تهانينا والناموس لهذا الشعار الكبير. انطلق على بركة الله ثالث الأشواط، ومحمد صواط العتيبي يتواصل بهذا الشوط. شكرا مطلق العنزي، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، تحية طيبة من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن انطلاقاتي ومنافساتي سن اللقاية وشعاراتي وهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في رابع أيامنا ضمن هذا السباق المحلي الثالث. نتابع منافسات سن اللقاية، نسير مع هذه الانطلاقات ونتابع هذه الشعارات مع ثالثي أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالإبكار. نسير مباشرة إلى الصدارة، نتابع البداية ونتابع نهابة هنا على مقدمة الشوط لهجن أم الزبار، تتقدم وتقود هذه التحديات نهابة على الصدارة ويتابعها في التضمير سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري من يقدم لنا نهابة على الصدارة، بينما أتابع المركز الثاني والوصول من عهد مع المركز الثاني لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري من يقدم لنا عهد، ولكن التغيير من سحابة في هذه اللحظات من غيرت إلى ثاني المراكز لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية القادمة في هذه اللحظات، بينما أتابع رابع الأسماء هناك الوصول من وهج لهجن أم الزبار مع رابع التحديات، وبمتابعة وتضمير علي بن سالم بن متعب الصعاق وخامس الأسماء هناك القحدة القادمة مع المركز الخامس لهجن الشحانية، وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، مراكزنا المتقدمة ضمن هذه التحديات ومنافسات سن اللقاية في هذا الصباح، كما تشاهدون وتتابعون هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان. نتابع التحديات ونتابع منافسات رياضتنا العربية الأصيلة من خلال هذه الأسماء ومن خلال هذه الشعارات. نعود إلى الصدارة، نتابع نهابة على مقدمة الشوط، نهابة منذ البداية تقود المسيرة وتقدم هذا الأداء الممتاز على مقدمة الشوط لهجن أم الزبار وبقيادة بن دلهم من يتابعها بالتضمير، من يقدم لنا نهابة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، بينما أتابع المركز الثاني القادمة سحابة مع المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية القادمة في هذه اللحظات، بينما أتابع المركز الثالث عهد مع المركز الثالث عهد لهجن أم الزبار وبقيادة المحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري من يقدم لنا عهد. المركز الرابع هنا وصول من وهج لهجن أم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق القادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع، والمركز الخامس وصلت سمو لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن أتابع التسلل من الجانب الآخر والقدوم في هذه اللحظات. وصل الغزيل القادمة هنا، الغزيل المنضمة حديثا في هذه اللحظات مع المركز الخامس الغزيل لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن فاران المري تصل مع المركز الخامس. الله يا الأسماء، الله يا التحديات، افتتحنا الكيلو متر الأخير هناك مع نهابة، نهابة على الصدارة منذ البداية تقود هذه التحديات
من خلال هذا المسار، المسار الأول، مسار نهابة على الصدارة على مقدمة الشوط لهجن أم الزبار بقيادة بن دلهم هنا مع المركز الأول، ولكن سحابة القادمة مع المركز الثاني لهجن الشحانية عينها على الصدارة، غيرت سحابة لهجن الشحانية على مقدمة الشوط الغزية القادمة مع المركز الثاني لهجن الشحانية الغزية القادمة بقيادة الذهبي سالم بفاران المري. من يقدم لنا الغزيل؟ ولكن سحابة والغزيل، هجن الشحانية هنا مع الصدارة، ثنائية للشحانية نتابعها من خلال سحابة ومن خلال الغزيل سحابة والغزيل، هجن الشحانية مع سحابة مع العطية مع قيادة المشاغب، هنا يقدم لنا سحابة مع الصدارة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية. والثانية لمحمد بن خالد العطية، المركز الثاني وصلت الغزيل لهجن الشحانية، والمركز الثالث كان الوصول من سمو لهجن الشحانية، والمركز الرابع وصلت نهابة لهجن أم الزبار، والمركز الخامس وصلت عهد لهجن أم الزبار. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا المنافسة والتحدي حتى اللحظات الأخيرة، واستطاعت سحابة أن تنتزع ناموس هذا الشوط. نتابع هنا سحابة ولحظات الوصول من خلال أيضا هذه التحديات، هنا سحابة لهجن الشحانية الفائزة بالمركز الأول من خلال أيضا ثالث الأشواط. نتابع هنا التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 85 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. وصلت الغزيل في المركز الثاني ب6 دقائق 6 ثواني 38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتاني لسالم بفاران المري المركز الثالث. كان الوصول من سمو توقيتها الزمني 6 دقائق 10 ثواني 21 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية لجار الله بن محمد بن عقيل، تهانينا والناموس للجميع.